النهارده في مطبخنا مطبخ إيما هقدم وصفة سهلة جدا، طبق سلطة وهو عبارة عن سلطة الكرنب الأحمر. هتشوفي حضرتك قد إيه إنها سهلة بسيطة، مكوناتها موجودة عندنا في كل البيوت. ويلا بينا نعمل وصفتنا للنهارده، ما تنسينيش بالشير بالسبسكرايب وباللايك، ويلا بينا علشان نعمل وصفتنا للنهارده في مطبخنا مطبخ إيما. هقطع كل الحاجات اللي قدامك دي، هقطع الكرنب، انا خدت بس النص كرنباية صغيرة مش هعمل كتير، بصلة متوسطة، جزراية، شوية من الفجل الاحمر لو موجود عندك، حتة فلفل حامي لو بتحبوه، شوية من البقدونس، حزمة بقدونس صغيرة. انا هقطع المكونات دي وهوري حضرتك دلوقتي ونبتدي نعمل السلطة بتاعتنا مع بعض. انا عايزاكي دايما جنب ايدك وانتي بتعملي السلطه، تحديدا السلطه يا جماعه بلاش طبق بلاستيك، لو في اي طبق مصنوع من الستانلس ستيل او معمول بالمينا من الحديد زي اللي معايا ده، او اي طبق ازاز فانا افضل علشان لما هنستخدم الزيت والخل ما يعني ما نستخدموش على حاجه مصنوعه من البلاستيك. دي البدايه، اي طبق موجود عندك غويط جوه البيت. هنبتدي بقى بالمكونات الاساسيه، وانا هنا في الوصفة دي هبتدي بأول حاجة اللي هي الحاجة اللي هتحتاج شغل شوية، وهي الكابج الكرنب الأحمر والبصلة المتوسطة اللي احنا هنبتدي بيهم وصفتنا للنهاردة. بتقطعي الكابج رقيق قوي زي ما انت شايفاني اهو، رقيق بالمنظر ده. انا عايزاه رفيع رفيع جدا يا جماعة علشان الوصفة يعني لو هو تخين شوية مبقاش بيبقى طعمه حلو ابدا واحنا بنشتغل بيه او بنكمل بيه وصفتنا. كده انا خلاص النص كرنباية الصغيرة خلصت، هاخدها حالا وانقلها في الطبق، اي طبق غويط زي ما قلت لحضرتك لازم طبق يكون غويط علشان هنحتاجه بعد شوية ندعك فيه، يعني مع شوية من البهارات لازم هنفضل ندعك في الكرنب ده. وفي نفس الوقت احنا هنحتاج البصلة، هنقسمها نصين زي ما حضرتك شايفاني اهو، وبننزل برضو عليها بنعملها كده شرايح زي ما حضرتك شايفاني. كده خلاص انا البصلة المتوسطة عندي اهي خلصت، قطعتها كلها حضيفها هنا على النص كرومبا اللي انا قطعتها قدامكم. انا هحط عليهم رشة بسيطة من الملح، الملح يا جماعة حسب اللي انتوا بتحبوه، برضو الفلفل حسب الكمية اللي انتوا بتفضلوها، يعني ما اقدرش اقرر للسلطة انت هتحطي قد ايه. معلقة كبيرة من السماق، زيت زيتون، واحد اثنين ثلاثة، ثلاث معالق من زيت الزيتون، معلقة ونص من الخل، وهنخلط المكونات دي مع بعضها كده اهو. لكن اللي انا طمعانة بقى من حضرتك فيه ان احنا هنا مش هنوقف، احنا هنبتدي بايدينا ندعك في الكرنب وندعك في البصل لغاية ما يمتص كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي، وابتدي اشوف ان الكرنب بتاعي ده ابتدى يبين اللون الاحمر بره، ابتدى يتشرب كل الحاجات اللي احنا تبلنا بيها، لان هو ده العنصر الاساسي اللي هيكون موجود على سفرتنا في طبق السلطه بتاعنا للنهارده. انا هكمل بالمنظر ده شويه لمده 5 دقائق، بفضل ادعك فيه 5 دقائق، لان ده بصراحة يا جماعة بيفرق جدا في الطعم، يعني لما بتضلي تدعكي فيه كده لمدة 5 دقايق وانتي بتقدميه على السفرة وبتاكليه الفرق كبير جدا جدا جدا، فمعلش تصبري شوية 5 دقايق بس، وبعد كده حضرتك هتشوفي النتيجة بنفسك وهتكتبي لي وتقولي لي قد ايه هي طلعت حلوة، والتكاليف فعلا ما هياش تكاليف كبيرة. انا كده خلاص الكرنب بتاعي خلاص دبل خالص اهو مع البصلة ومع البهارات، شكله بان خالص اهو. انا هركنه على جنب وهبتدي اقطع باقي الحاجات، الجزر واللفت الاحمر، وهبشر الفصين التوم واضيفهم عليهم، وحالا هتشوفي حضرتك انا هقطعهم ازاي قبل ما اضيفهم على الكابج اللي موجود عندي.
كده انا خلاص الخضار بتاعي اتقطع. الحاجة الوحيدة اللي باقية عندي يا جماعة لو فاكرين فصين التوم، ودول انا هجيب المبشرة الصغيرة بتاعت التوم وابشرهم بيها زي ما انتوا شايفين اهم. كده خلاص اهو التوم وكل خضار السلطة جاهز عندي على اني ازودهم. انا زي ما انتوا فاكرين انا عندي هنا الطبق اللي انا كنت مقطعه فيه الكروم، وعندي الخضار بتاعي اهو كله جاهز. انا هاجي هنا اضيف التوم مع اللفت الفجل الاحمر مع الفلفل الحامي زي ما انتوا شايفين اهو، وباجي الناحيه الثانيه اضيف البقدونس اللي انا برضو كنت مقطعاه قدامكم اهو، وبقلب السلطه بتاعتي لانها كده خلاص جاهزه. وصفتنا للنهارده خلصت. ده شكل طبق السلطه بتاعنا اللي هيكون موجود على سفرتنا للنهارده. وقبل ما امشي ما تنسينيش بالشير وبالسبسكرايب وباللايك، واستنوني مع وصفه جديده طبخه جديده في مطبخنا مطبخ ايما.